ومن أعظم النجاح يا الإخوة الثبات، النجاح في الثبات على المنهج، النجاح في عدم تغيير المسار عن الكتاب والسنة، النجاح في إبقاء التميز الإسلامي والنقاء في الدعوة والمنهج، النجاح في الاستمرار على الدعوة إلى هذا المنهج مهما كثر الأعداء وتربص المتربصون وهجم الهاجمون وشمت الشامتون. وقال أصحاب الانحرافات: ما كان أحسن لك تجي معنا؟ لا، ما هو أحسن. هو الإنسان لو أراد فقط أن يبتغي السلامة لابد أن يتنازل. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أشياء كثيرة لأجل قضية السلامة، يعني ليسلم من قريش، لكن سيكون على حساب ماذا؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. خلص، ولا تجد نصيرا ولا تجد من الله معينا، وبعد ذلك لأخذنا منه اليتين، يعني قطعنا منه الوتين، أخذنا منه باليمين وقطعنا منه الوتين. إذن مسألة مهد فيها تهديد من الله إذا واحد انحرف عن المسار والمنهج. ليست المسألة أن يستمر الإنسان في عطاء أو في ظهور معين، لا. إذا كانت المسألة مسألة الجماهيرية دائما، أن يكون الإنسان دائما جماهيريا، خلاص سيمشي على ما يطلبه المشاهدون وما يطلبه المستمعون وما يطلبه الأعداء والحاقدون. ولذلك هو طبيعة الدين، طبيعة الدعوة هكذا موجات، أنت تصعد وأنت تهبط، تفتح لك مرة وتغلق مرة، تبتلى وتمكن. هذه أيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما هو مطلوب، يعني لا يبقى دائما، لا يبقى دائما إنسان في بحبوحة، لا يبقى في بحبوحة، لابد أن يبتلى. هذه طبيعة الدعوة. فرق بين أن يعاقب على تهور أو انحراف يفعله، وبين أن يبتلى في صبر وثبات على المنهج والكتاب والسنة. في فرق بين الأمرين مهم إدراكه. ولا يجوز للإنسان أن يتكبر، ولا أن يغتر بنفسه، ولا أن يظن أنه الحق المطلق. ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم،